الله يجزاك خير، يرحم والدينا ووالديكم. اليوم حديثنا عن واحد من الصحابة الجميع يعرفه ويعرف المواقف اللي كانت معه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أذكر بها مثل ما قال أبو محمد لنرى مكانتنا بس مع الصحابة اللي كيف كانوا يعملون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ابن جندب بن عامر ابن غنم ابن عدي بن النجار. قال الإمام الذهبي المؤرخ قال المفتي الإمام المفتي والمحدث وراوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما إذا أطلق أنس بن مالك يتبادر إلى الذهن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجميل في حياته أنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة أحاديث كثيرة بثها للناس. والأجمل في حياته أن كثيرا من التابعين قيل أنهم تجاوز أكثر من 200 إلى 250 تابعيا نقلوا الأحاديث عنه. القصة الجميلة في حياته وفي قضية قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه أم سليم أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة قالت إن الأنصار نحلوك نحلة وأحببت أن أنحلك نحلة أخرى، يعني أعطيك أنا هدية مين مثل الهدايا، إن هذا ابني أنس يختمك يا رسول الله. حتى يحدث عن نفسه أنس يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا عمري 10 سنين وخدمت رسول الله 10 سنين، يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة وخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويروي أحاديث، أنا ما أبغى أطيل في السرد في سيرته، ويروي أحاديث لم يرويها أحد غير أنس رضي الله عنه في أشياء خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من أجمل ما يقال في سيرته يقول لما جاءت أم سليم ونحلت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة المشهورة قال اللهم أكثر ماله وولده. يا أخوان دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم بالمال وبالولد، مش أفضل من هذا أكرم. والذي دعا لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنس فرأيت ذريتي خير كثير ورأيت الأموال والخير لي كثيرا، يقول حتى رضي الله عنه قال أنس فرأيت من ذريتي أكثر من 100، يعني ما شاء الله الأولاد. وحتى يقول يتكلم عن ماله يقول إن لي حديقة ومزارع تثمر في السنة مرتين، يعني من البركة التي حلت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أشياء كثيرة جدا. من الجميل في حياته يتكلم عن قال يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول خدمت رسول الله عليه وسلم يقول ما قال لشيء فعلته ألا فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا لم تفعل كذا، وما كان إلا متبسما صلى الله عليه وسلم. يا أخوان أنت لو يجي عندك خادم، معليش على أساس أفهمكم أن هذا الأمر مو بسيط، أنت ويجي عندك خادم شوف زوجتك مع الخادمة اللي عندك في البيت أو السائق اللي عندك في البيت لو جلس عندك سنة، معليش مع الجميع، أنا مو أنا فقط مع الجميع، يمكن في السنة 20-5 مرات تأخرت ما جبت، ليش ما سويت كذا، العامل اللي عندك في مزرعتك، العامل اللي في بيتك، العامل اللي في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم أنس خدم 10 سنوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في مرة واحدة في العشر سنوات كلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا أخوان أنس كم عمره، يعني الخدم اللي عندنا يمكنهم 20-30 كبار فاهمين، لكن أنس عمره 10 سنوات ومع هذا الأمر العظيم نقل لنا أحاديث رضي الله عنه، نقل أكثر من 2286 حديث رضي الله عنه. يقول أنس عن نفسه يقول ما بقي من أهل القبلتين صلى القبلتين إلا أنا، يعني من طول عمره رضي الله عنه. وفي خلاف أيضا أن آخر من مات أنه آخر من مات كما قاله الإمام الذهبي، ولكن يروى أن آخر من مات من الصحابة هو الطفيل بن عامر الليثي رضي الله عنه. كان له اختلافات وقصص طويلة مع الحجاج بن يوسف الثقفي، لأن أنس رضي الله عنه لما قتل الزبير عبد الله بن الزبير ترك مكة وذهب إلى البصرة وبقي فيها، ثم بقي مع ابن الأشعث، والحجاج أرسله عبد الملك بن مروان ليقضي على الفتنة التي كانت في العراق، فكان أنس مع الفريق هذا. ولما شد واشتد عليه الحجاج
كتب خطابا إلى عبد بن الملك مروان يبين منزلة هذا الصحابي الجليل. قال: يا أمير المؤمنين، إني خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولو أن النصارى علموا من خدم لنبيهم موسى لأكرموه، وأنت ما يفعل معك ما يفعل معي الحجاج. ثم كتب خطابا في خلف خطابه أنه يأمره بأن يكرم أنس بن مالك رضي الله عنه. له قصص كثيرة جدا. في آخر حياته رضي الله عنه يتكلم عن نفسه يقول: دفنت أكثر من ذريتي، أكثر من 80 من أبنائه وأبناء أبنائه في المرض في طاعون الذي حل في العراق. قال عبد الملك مروان لما أذى الحجاج، قال: لا تمس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر حياته جلس وبقي، ثم قال: لقنوني لا إله إلا الله لما مرض. وتعرفون أنه لما طال عمره أن عمره تجاوز أكثر من 103 سنوات، وتوفي سنة 93 رضي الله عنه، وهو آخر من مات من الصحابة على قول الإمام الذهبي وعلى قول أنه طفيل بن عامر. أنا يهمني في هالسيرة العطرة أني أعطيك وقفتين فقط في هذا الأمر. تنافس الصحابة رضي الله عنهم في خدمة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيها الأبناء والبنات تنافسوا في خدمة من؟ آباءكم وأمهاتكم، لأنه من البر في هذا. وهذا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يخدمك يا رسول الله. ثم الأمر الثاني للآباء وللأمهات، التعامل الحسن مع من؟ مع الخدم ومع العمال. شوف رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة، يقول: ما كهرني ولا سبني ولا قال لشيء 10 سنوات ما ذكر، ويقولها أنس ويرويها يقول: ما قال لي أبدا. هل وقفتين الجميلتين في حياة أنس، وفيها مواقف كثيرة في حياة في مواقف مع من الأسعاث، وأيضا مواقفه في حياته في البصرة إلى آخرها. لكن أنا أتيت بهالجانب الجميل في سيرة أنس بن مالك. وأيضا أنس بن مالك شارك في معارك كثيرة، من ضمنها معركة قنسرين وفتح تستر، وذكرنا قصة أخوه البراء بن مالك قبل فترة، وأنه قاتل، وأنه لما ألقي المنجنيق على أنس بن مالك أتى البراء بن مالك وأشال المنجنيق حتى أن يدي البراء بن مالك تمزقت حتى خرجت عظامه رضي الله عنه، حماية لأخيه أنس بن مالك، فرضي الله عنهم أجمعين. وكما قال الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم القدوات الذي نقتدي بهم ونعمل بهم ونأخذ سيرتهم، وننظر كما ذكر أبو محمد، قال: ننظر نحن أقزام أمام هالأعلام الكبار. ولهذا كان من حكمة الله أنهم جعلهم ينتصرون على الفرس وعلى الروم وعلى وفتحوا البلاد الإسلامية، لأنهم هم الحقيقة الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ونحن إذا رجعنا إلى ديننا وعملنا بما فيه بإذن الله أن الله يولينا الأمر كله. وفقنا الله وإياكم. هذا جانب قليل، وأنا أظن أني ما أتيت إلا يمكن بشطر قليل من حياة أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن أنا أتيت بأشياء نحن نحتاجها، وباقي الأمور يرجع لها في كتب السيرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. وآسف أني كنت طولت عليكم والإخوان، باقي بعض الإخوان لهم مشاركات. جزاكم الله خير جميعا. الله يعطيك العافية. لا بالعكس، والله امتعتنا يا أبو محمد وأفدتنا، وهذه عوايدك ولا زود على الموجودين أنك تفيدنا بهالقصص الجميلة عن أبطالنا المسلمين الله رضي الله عنهم، وعسى الله مثل ما قالوا يجمعنا فيهم جنات النعيم. أبو محمد، أنت قلت ثمرتين في السنة تثمر مرتين. وش النحل اللي عنده؟ ما ذكر حقيقة، قال البستان عندي يثمر مرتين بس. أوه. عاد يعني هل هي الفواكه؟ هل معناته انه في الطبيعي يثمر واحد مرة واحدة؟ نعم. ايه بالسنة. هو يتكلم أنس يقول ان ثمار المدينة تثمر مرة واحدة، ولكن من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي اللهم بارك له في مالي وولده، يقول صار يثمر مرتين. يلا من فضلك الحين.